الآن بروجيكت اللي هو تونسي عايش في الهند اسمه هيكل بن لوكا اللي هو سافر للهند وتعلم الموسيقى الهندية والإنسترومون أنديان وكون فرقة انترناسيونال مكونة بفلين واللبنانيين والهنود وهذه الموسيقى اللي قد نسمع فيها توا اللي هو مزج بين الموسيقى الصوفية الهندية اللي يسميها الكوال والموسيقى الصوفية العالمية منها التونسي ومنها المصري والهندي والتركي الاخر عرض هام جدا وهذا باش تقولوا شنو هي الموسيقى هاكا تفاصيلكم شنو هي الموسيقى اللي تسمع فيها من بعيد وقاعدين نسمع فيها شويه قاعدين نعيش معكم في جو الروحانيه الاجواء هذه المزينه اللي قاعدين نسمع فيها الفستيفال خذي شهره كبيره الحقيقه وهذه دورته الثالثه ولكن اللي مازال يمكن ما يعرفش روحانيات وما يعرفش الفلسفه نتاع المهرجان هذيا كيفاش تعطينا فكره على الروحانيات وعلى الدوره الثالثه اللي اختارت شعار الروح السلم والسلام هذه الدورة الثالثة عملنا الدورة تحت شعار دورة الحب المحبة والوجد الإلهي وبالنسبة لنحن هو ماهوش مهرجان هو نجم نقول لهم سميناها ميستيك فيس معناتها روحانيات ميستيك فيس هي حفلة الروحانيات وقت اللي الروح تحب تشيخ الروح تحب تسمع الموسيقى الروح اللي فينا هي تحب تفرها تحب تعيش ما تحبش الروح بتاعنا تعيش المشاكل وتعيش الحروبات وتعيش فهذيك طاقة إيجابية تخرج منها وعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى باش الإنسان يعرف ايش تعملها باش يكون متفرهد باش يكون غني باش يكون يحب باش يكون يحبش العنف إلى آخره الإنسان اللي يحب يجمش يقتل الإنسان اللي يحب يجمش يسرق الإنسان اللي يحب يجمش يكذب ذيك الروح اللي نفخها فينا سبحانه وتعالى ذيك يجبنا نحافظ بها ويجبنا نكون دائما متكمل مع التعب شيخين بها كما يقولوا لأن هي تحب والموسيقى هي أحسن طريقة اللي بتجم توصل الإنسان لك المحبة هذيك ولك الروح اللي تحب السلم والسلام والحب والتسامح والحوار بين الثقافات والحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات هذيك هو أهم حاجة بالنسبة لنا المهرجان هذي مش يعطي صورة لتونس هي تونس أرض المحبة اللي هي تونس في تاريخها في هويتها احنا التونسي يعني كل دونتي نتاعش هي تونسي هو إنسان تونسي أكلي يحب أرضه مفتوحة للناس الكل يحب الناس الكل يقبل الناس الكل يقبل الديفيرونس يقبل كل ما هو أنا نشوف ربي فيك نشوف ربي في أي إنسان نشوف ربي في حيوان نشوف ربي في نوارة نشوف ربي في زهرة نشوف ربي في خلقه موجود اللي خلقه كله هذاك كله ربي موجود في كل شيء هو أنا وربي موجود أيضا في قلوبنا فينا أحنا حب ربي حب روحي نحب روحي معناتها نحب الاخرين هذاك هو نحب نحن نخلقوا جو نتاع ناس اللي تحب بعضها مش نتكره بعضها باهي انت قلت لي حاجه مهمه هو يعطي تصويره على بلادنا تصويره على تونس تونس اللي تحب الناس الكل واللي تلم الناس الكل هذه تونس الخضراء بلادنا المهرجان هذايا في دورته الثالثه قاعد يخدم على استقطاب جمهور اللي مهتم بالنوعيه هذه من الموسيقى من دول اخرى لو كان خدمتوا عليها النقطه هذه كيفاش احنا السنة حبينا نزيد ونوسعه اكثر ونعمل برمجة متوجهة اكثر للشباب خاطر الشباب هو نحبوا نقنعوه للموسيقى هذه تجم تعطي حاجة ايجابية للانسان حبوه يتغير الانسان الجديد هو الانسان اللي يتغير اللي يحب السلام يحب السلم والحب ويتسامح مع كل شيء مع ذيك اللي معناتها عملناه في نطاق تاع متجه سيدي بوسعيد اللي هي حديقة كبيرة كلها غازون ونوار وشجر زيلناها مع ليكول ناسيونال داركتيكتور باسيل بوسعيد اللي هما دي جون اللي يخدموا في المهرجان كلهم دي بينيفول كلهم متطوعين كلهم يخدموا الشباب هذايا هو روح المهرجان واحنا نحبوا سنة وانا كي اسسنا المهرجان هذايا موش اللي نحنا اسسناه للشباب التونسي الشباب التونسي ايضا يشوف شنو نوعيه حدث ثقافي اللي ماهوش بشرطه مهرجان لك هو ملتقى حبينا الملتقى حفله الملتقى الموسيقيين اللي استدعناهم من 10 بلدان مختلفه كل ليله بعد ما يكمل كل شيء نكمل كل مع بعضنا نعمل موسيقى مع بعضنا الكلنا نفطر مع بعضنا الكلنا نتعشاو مع بعضنا الكلنا نعمل اليوغا مع بعضنا في الصباح الكلنا نحضر في المحاضرات مع بعضنا نمشيو نزورو سيدي بوسعيد نمشيو للصحن بتاع الجامع عندنا عروض ضد الصحن بتاع الجامع اسمه طريقات صوفيه
العيشاويه بتاع سيدي بوسعيد والتراث بتاع سيدي بوسعيد، خاطر احنا موجودين في بلاد اللي عندها تراث صوفي غني برشا. سيدي بوسعيد الباجي راهو ليه اكثر من 12 قرن، معناتها علامه صوفي، معناتها علامه ديني، علامه صوفي، كتب برشا كتب وبرشا ناس تحبوا، كما ابن عربي، كما الحلاش، كما جلال الدين الرومي. هذوما الكل شعراء لازم هما يبلغونا في الرساله هذه. احنا الرساله كي نقولها في كلمتين سهله، لكن كي تقرا ابن عربي وتقرا جلال الدين الرومي ما تصورش شنو المحبه اللي تخرج منهم بالكلمات هذه. الكلمات هذه هما اللي غنيوها، معناتها ما نغنيوش في حاجات معناتها، نغنيو في غنات اغاني الحب. الكل كل ما هو حب هو روحاني. عشرة بلدين موجودين السنة في الدورة الثالثة، كيفاش تم اختيارهم الفرق اللي باش تشارك السنة والتجديد؟ ديجا احنا اي سمحنا قص عليك، شاركنا احنا ديجا احنا اللي في اليوم الرابع، بزلوا يومين، بزلوا غدوة بعد غدوة. اليوم في الليل عندنا فرقة الدربيش الأتراك اللي جاي من اسطنبول، 20 راقص بتاع الدربيش تورنار هذوما، العرض اسمه صوفي دبران هاليفي اللي هي فرقة قومية تركية بمشاركة مساهمة سفارة تركيا ومجلس الثقافي التركي بتونس اللي عاونونا. البارح كان عندنا عرض من الهند، هن عرض رائع زاد بالتعامل مع سفارة الهند في تونس. غدوة عندنا عرض آخر بتاع الفرقة التركية لكن في الحن بتاع الجامعة. والسبكتاكل اللي يتقدم هنية دائما يتنقل يقعد في الحديقة، لكن دائما يتنقل في برشا بقاع تاع سيدي بوسعيد، في قهوة، في 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 الصحن تاع الجامع، في في متحف، في باركينغ. معناتها وين ما تمشي في سيدي بوسعيد تلقى حاجة، تلقى موسيقى، تلقى شعر، تلقى فما اون ايكيب تاع دي كاليغرافيا، يعني في الكاليغرافيا الخط العربي على الجدران دي فريس. الفن اللي ولا مفقود هذا يظهر لي توا. ايضا فما عدة ورشات الصباح، ورشات تاع يوغا. اعطينا عليهم فكرة الورشات. كيفاش؟ أعطينا فكرة على الورشات. الورشات فما كل صباح من 9 متاع الصباح حتى ل 12 ساعة، فما عدة ورشات، فما ورشات اليوغا، فما ورشات الغناء الصوفي، فما ورشات الإيقاع الصوفي، فما ورشات الرقص الصوفي، وفما ورشات اللي هي تحتوي أكثر على التبادل، على الحوار، كما يقولوا الكوتشينج، كما يقولوا حاجات هكا. معناتها وبعد ماضي ثلاثة تولي فما محاضرات. اخترنا اثناء موضوع المحاضرات هي الارشيتكتور لا سبيريتواليتي، معناتها الفن المعماري. نحكيو على 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 القبوب، شنو هي السينيفيكاسيون تاع القبوب، شنو هي السينيفيكاسيون تاع البيراميد، شنو هي السينيفيكاسيون تاع الجامع، شنو هو الفرق بين في الروحانيات اللي تسكن هذوما الميادين هذوما تاع الجامع وكنيسيه وسيناغوغ، كلهم عندهم حاجه، كلهم عندهم حاجه. والاب الروحي تاع الحاجه هو سيدنا ابراهيم. انت في المحاضرات هذه تحكي على العلاقه بين الفن والدين، بين الفن والسبيريتواليتي والروحانيات. علاقة الأرشيتكتور بالروحانيات هذه موضوع كبير الحقيقة كما نحكي، وبيان سور كل حاجة عندها سينيفيكاسيون متاحة، كل حاجة تخدم تزيد عندها الهدف متاحة. يمكن عندي فكرة صغيرة، القبة هكية تفسر القرب لله، نغمل مو حاجة مفتوحة ماهيش مسطحة. عندي فكرة بسيطة على الموضوع هذا. أيضا عندنا عمل آخر اللي هو عمل لازم نقوله اجتماعي، معناتها عندنا احنا منظمين بتاع السلام، سم دي ميليتون دو لا بي. دونك واللي معانا واللي موسيقيين واللي زارتيست اللي معانا كلهم دي ميليتون دو لا بي. جبنا واحد من هولندا اسمه الكسندر جوستاف، هو اسمه ذا بيس سينجر، مشهور في العالم مش مع ذا بيس سينجر، لانه هو مغني دور العالم الكل، يغني على السلام، يغني على السلم، يغني على المحبه، يغني على التسامح. فهذوما الكل باش نجتمعوا الكل نهار السبت وبالناس اللي حبوا الكل، نحبوا 1000 شمعه تشعل في كرسي الصلاح حتى للشط. ننطلقوا نص الليل، ننطلقوا نص الليل نهار السبت غدوة، معناتها نص الليل نتقابلوا كل عبناو التلامينة يجي درجة 1000 واحد، إن شاء الله سنة أكثر من 1000، نهبطوا نتقابلوا قدام الزاوية بتاع سيدي بوسعيد الباجي، ونهبطوا 365 درجة، قد فما 365 يوم في العام، 365 درجة نهبطوها بالشمع حتى للشط، وفي الشط نعملوا حلقه كبيره، نغمسوا الشمع في القاعه، ونعملوا الذكر، ونعملوا السماع، ونعملوا المديتاسيون بور لا بي، ونحاولوا الكل نشدوا يدين بعضنا، ونغنيوا السلم في العالم،
ونتمناو وندعيو ربي باش بلادنا تونس تكون دائما محميه، باش بلادنا تونس تكون دائما ارض المحبه، ارض التسامح، ارض الحب، ارض السلم، مش ارض التطرف الديني وارض الارهاب وارض العنف. نحب تونس تقعد جميله لان الله جميل ويحب الجمال. بالنسبه للمشاريع المستقبليه الروحانيات وين تحبوا توصلوا به المهرجان؟ المشاريع المستقبليه للروحانيات سي سور فما استراتيجي كامله قاعدين تمشوا بها، مازلنا في الدوره الثالثه، شنو محضرين للدوره الرابعه والخامسه والسادسه؟ الدوره المقبله نزيدوا نحسنوا المشاركه بتاع الشباب اكثر. ماذا بينا الشباب الكل يولي هيئه منظمه، هي الهيئه المنظمه تول كلها فيها 50 شاب هم اللي يسيروا في المهرجان. انا وسناء احنا نتبعوا بالبعيد ونحاولوا نأثروا ونحاولوا نكونوهم، لانه احنا من بعد ماذا بينا المهرجان هذا يولي مهرجان شباب تونس، كيفاش في ابداعه في خلقه في 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 برشا حاجات عندها. ولكن الحاجه الجديده هي اللي ابتداء من العام الجاي باش نعملوا روحانيات حتى خارج تونس، باش نمشيو نعملوا روحانيات في فلسطين، باش نعملوا روحانيات في الهند، باش نعملوا روحانيات في تركيا، باش نعملوا روحانيات في ايران. مهرجان عالمي معناها بشوالي. معناتها نحبوا نوزعوها اكثر فاكثر، باش تكون عندنا علاقه ايضا مع كل المهرجانات الموجوده في العالم، اللي هي مهرجانات تخدم في نفس المشروع، تخدم نفس الرساله اللي نحبوا نبلغوها للعالم. الحاجه هذه لازمها تكبر شيئا فشيئا باش ترجع الثقه في الانسان، باش ترجع الثقه اللي راهو احنا عايشين اغنيه من اجل الحب، مش عايشين من اجل العنف والى اخره. معناتها هذايا معناتها ما هو هذا كلام، لكن بالفعل بالنسبه لنا احنا الموسيقى هي لونجاج يونيفرسال، هي يفهموها الناس الكل، وهي احسن ميديا، احسن ميديوم لازم نقولوا باش تبلغ الرساله هذه، من غير خطابات سياسيه، من غير مشاريع سياسيه، من غير مشاريع حتى ثقافيه، هو فعل، والفعل هذا يجي كان بالطاقه الايجابيه. فوالا، نحب ناخذ منك تعليق. الحقيقه مجموعه ابن عربي بعد الاشكال اللي صار عم ناول سنه لو 4 سبتمبر قبل ما ينطلق المهرجان في دورته الثالثه بنهار، هبطوا بين توضيحي للراي العام التونسي، احكيوا على اللي صار عم ناول واثاروا الموضوع من الاول وجديد. نحب ناخذ منك تعليق. ما عنديش تعليق، اللي فات مات وللناس اللي تحبها هكاك خليهم يتكلموا، هما حراره الواحد حرارة. ما قلنا في تونس منذ الثوره الشفافيه، والواحد كل واحد صريح، واحنا ما كانش نقعدوا نعلقوا على الناس الكل، معناتها زيد خليني كل واحد يعبر على رايه واحنا نعبر على راينا بالفعل مش بالكلام. شكرا لك وبالتوفيق للدوره الثالثه والدورات المقبله، يعطيك الصحه. ميرسي بوكو وبالتوفيق. ميرسي بوكو راديو ميد جوزيم. اهلا وسهلا، شكرا لك هشام رستم مدير مهرجان روحانيات. المهرجان ينطلق 5 سبتمبر يتواصل حتى 9 سبتمبر، عروض يوميه في سيدي بوسعيد مع الورشات والندوات اللي باش تكون موجوده حتى 9 سبتمبر. الاختتام كما كان يفسر لنا اللي باش يكونوا حاضرين فيه زاد 10 فرق اللي كانوا موجودين على تيله الدوره هذه. والاكثر تفاصيل على العروض المهرجانات والتظاهرات الثقافيه الاخرى تابعونا حتى 11 بتاع الليل. تسمعوا توت سويت يوما وراجعين معكم على الفاك دو بونور.